بسم الله الرحيم. كنا وقفنا المرة اللي فاتت إن إحنا عملنا الموديل بتاعنا وعرفنا فيه الأحمال كلها، وكنا ناقصين إن إحنا نعمل له، يعني اللي كنا متوقفين إن إحنا نعمل له عملية الران، وبعد كده هنبدأ في تصميم الكاميرات بتاعتي عشان نطلع لها الحديد ونشيك شير ليها، وفي نفس الوقت نبدأ نصمم الكتف بتاعي بتاع E1 وE2. فالموديل المفروض عملنا له رن دلوقتي، وهنبدأ نعمل له بعد كده ديساين للكاميرات بتاعتي كفليكشر وكشير. كده الموتور الرن عندي، هدخل من قائمة ديسبلاي، هدخل عند الأول ممكن نعمل لود كومباينيشن، فلود لود كومباينيشن، وهعمل آد نيو كومبو، ممكن أسميها دي الوركينج. وهتبقى عبارة عن التيت لود والسوبر واللايف لود بتاعي، وأعمل أوكي أوكي. بعد كده هدخل على ديسبلاي، هدخل على سوبر ستراكشر فورس أند ستريس، وأختار من هنا الكومباينيشن الوركينج بتاعتي. بعد كده هلاقي انتاير، ده معناه ان هو بيتعامل مع الكوبري كله كأنه فريم إليمنت واحد، بس انا عاوز اصمم الكامر، فانا محتاج بيم، يعني اطلع المومنت على كل بيم لوحديها. فلما ادوس هنا هلاقيه بيقول لي انت عاوز الليفت اكستيريور كيرتر ولا الانتيريور كيرتر 1 لحد 5 ولا رايت اكستيريور كيرتر. طبعا هي هتبان عن طريق انا عامل يعني شكل المومنت بتاع اللايف فلوت هيبقى اكبر في اي واحده، في الليفت ولا في الرايت. فانا هجيب هنا اللايف لود واجيب الليفت، هلاقي المومنت البوسيف بتاعي هو عبارة عن 3730 كيلو نيوتن، ده من ناحية الليفت. من ناحية الرايت حاليا 940، يبقى اكيد انا محمل من ناحية الليفت. تمام، الكيرتر دي مقصود بيها ده البلاطة والقمر. لو عاوز القمر بس هيبقى البيمز، لو عاوز البلاطة بس هيبقى السلابة. بس احنا طبعا بنصمم قطاع مفروض كومبوسيت، فهنشتغل على الكيرتر على طول. وهجيب هنا الوركينج، وهبدأ أحسب أجيب قيمة المومنت الوركينج اللي عندي. هلاقي إن أقصى مومنت عندي عبارة عن 8380، يبقى ده كده بالكيلو نيوتن متر. طيب أجيب الشير كمان، ده الشير بتاعي عند السبورت، اجيب الكيمر اكبر من الناحيه دي والناحيه دي، طبعا عشان السكيو هنلاقيها في فرق شويه، فهناخد الرقم الاكبر اللي هو 1235 كيلو نيوتن، ده عند السبورت. وهنبدأ نحسب عند اول قطاع ما يبقى صغير اللي هو في لو حبينا نفتح اللوحة بتاعتنا هنلاقي 650، لما أجمع عليها 1775 وأجمع عليها متر، يبقى عند أول ما أوصل للقطاع الصغير هيبقى 3.425، يعني 3.40 متر. فهرجع هنا للبرنامج تاني،
واكتب هنا عندي 3.4 وادوس زرار التاب، فهيكبر قيمة الشيل بتاعي ده بكام؟ ب570. طيب نجيبه كمينيموم الأول ونجيبه كماكسيموم، نكتب هنا 3.4 570، وفي المينيموم نكتب تاني 3.4، هنلاقيه كام؟ 1060 كيلو نيوتن. ممكن لو حبينا نجيبها نتأكد هنمشي كده لحد ما نوصل لتلاتة متر بوينت فور تقريبا، وهنلاقي فعلا الرقم قريب من الألف. يبقى هنا المسافة وهنا الرقم، لما نيجي نقف كده هنلاقي قريب من 1060. يبقى أنا كده كتبت قيمتين للشير وقيمة للمومنت بتاعي. نبدأ ندخل على الفليكشر بتاعي، قيمة المومنت قطعة دي سيكشن، والمومنت مش ألتيميت، المومنت عبارة عن وركينج، وقيمة المومنت بتاعي عبارة عن 840 اللي هنا بالطن، والتي بتاعتي هو 180 ساعة البلاطة على 20 يبقى 2 متر، والكفر هيبقى عالي شوية علشان الحديد هيتحط على كذا رقة، يعني ممكن نقول إن هو عبارة عن الأول في 4 سنتي، بعد كده في 5.32 مثلا هيبقى مثلا رقتين، بعد كده مثلا في السبرايس برضه اللي هو الحديد اللي هيتحط عشان يفصل الرقة عن التانية برضه 32، نستعمل منها مثلا 2، فنقول إن احنا هنحطه مثلا 15-17 سنتي. البي ويب الصغيرة 25، والتي اس بتاعتي هي عبارة عن كام؟ البلاطة اللي هما 20 سنتي بتوع البلاطة زائد 9 سنتي بتوع التي فلانشة، والمسافة بين سنتر تو سنتر كانت 2.20 متر تقريبا، والسبان 30 متر. والاف اس يو 40، والاف اي ال تي بي مثلا 4000. تمام، يبقى احنا كده محتاجين كام يا جماعة؟ محتاجين نستعمل 24 فاي 32. يبقى بناء على المومنت اللي احنا جبناه الوركينج 840، يبقى أنا محتاج أستعمل 24 فاي 32. إحنا هنا عن طريق التفاصيل الرسم عارفين إن ال أو كمان المشابهة ليها، إحنا كنا حاطين هنا كام؟ كنا حاطين 8 في 4، كنا حاطين 32 سيف. طبعا ممكن الأحمال هنا يعني مش الأحمال هنا كانت مختلفة مثلا أو حاجة، ده كده 8 في 3 = 6 + 2. بص كده تاني، ال M working 840 و T بتاعتي ب200، كفر 17، البي ويب ب25 و تي اس ب29، ومن سنتر تو سنتر ب2.20 متر، والسبان 30 متر، والاف سي يو ب40، والاف يل تي ب4000، و فاي 32 محتاجينها 24 فاي 32. اللي انا اقصده ان احنا هنا عارفين معلومة بان احنا القطاع ده هنقدر نحط في الصف الواحد 8. طيب التمانية دولت في الصف، يبقى أنا كده محتاج أستعمل كام صف؟ الحديد بتاعي 24 32، يبقى أنا قلت عندي 8، يبقى أنا محتاج 3 صفوف
تمانيات، وهبدأ اعمل ايه كمان؟ هبدأ ازود الحديد ده بنسبة 20%، يعني ممكن انا هنا فوق وانا بكتب هنا اقول ان هي 840 في 1.2، زود الحديد ب20%، هنلاقي ان هي محتاجة 30 سيخ فاي 32. طيب ليه زودت الحديد ده 20%؟ لان هو بيشتغل يعني شيل اليمنت جايب يعني رابط القمر كله ببعض ومشغل الكوبري كله مع بعض، فهو جايب الحمل الانتاير وموسعه على كل بيم لوحديها، كل واحدة على حسب المكان البيم بتاعته شايل الأحمال. هو الفاكتور مش 20% بالظبط، وال20% دي ملهاش أي حاجة من الأساس قوي. هي الفكرة إن هي من 10 لـ20% ده فاكتور بنحطه زيادة علشان مثلا لو في مشاكل في حصلت في الموقع، في مشاكل في الأحمال، في مثلا في المستقبل الأسفلت اتحط عليه طبقة أسفلت تانية، فبيبقى فيه كفاكتور اوف سيفتي لينا، يعني بيساوي الحديد بنسبة قليلة يعني. فأنا دلوقتي محتاج أحط 30 فاي 32، فدولت هيتحطوا على رئة أولى 8 والتانية 8 التالتة 8 والرابعة حطها عبارة عن 6 سياخ. تمام. أنا أول واحدة أول رئة هخليها بكام؟ زي ما احنا شايفين كده اهوت، ده كده اهوت المنصب، ده كده اهو، هخليها واخدة الطول بتاع القمر وماشي لحد هنا اهو. الرئة التانية هخليها بالبيم لينز. الرئة التالتة بقى اللي هم عبارة عن 6 سياخ، عاوز اعرف انا يعني اخليهم قد ايه. طيب مبدئيا فاي 32 بيبقى ال ال دي بتاعه حوالي 2 متر، فانا هاجي اقول انا محتاج اشيك على 3 في 8، افتح كده واقول امتى الرقم ده يبقى 29؟ هل ده لما يبقى ال 840 دي مثلا 640؟ 22؟ لا، ممكن يكبر شوية كمان، مثلا 690. طب 700، كده تمام. يبقى المومنت لما يوصل ل 700 يبقى التلاتة في تمانية كفاية. أرجع هنا تاني واكيب المومنت واشوف المومنت هنا عندي كام، عاوز اوصل للمومنت يبقى 700. يبقى عندي ايه السيشن كام؟ 10. طب هو كله كان 30، فعشرة دي يبقى انا مشيت من هنا 5 متر، وخمسة سيهم الناحية التانية يبقى لي كده 10 متر، ومحتاج 2 متر يمين واتنين متر شمال، يبقى انا محتاج ان طول السيخ يبقى 14 متر. يبقى انا كده محتاج ان انا احط 3 في 8 بطول القمر كله بلس 6 الفاي 32 بلينس بيساوي 14 متر. اوكي، ده بالنسبة لموضوع المومنت. لو كنا بقى نبص لموضوع الشير، هنلاقي الأول عندي أول قطاع اللي هو كان الشير بتاعي بيساوي 125 في 1.35، والبي بتاعتي ب 250 ملي، والتبس كان ب 2 متر، والكفر هناخده 5 سنتي، وده البي مش هتقل حاجة علشان ده ار سي،
اف سي يو بتاعتي ب40 والاف ايت ب4000، وفي الاول بنحط 4 فروع كان، يبقى انا ممكن ال 8 × 8 يعملوا لي ايه، يسيفوا لي القطاع بتاعي. طب تمام، حاول نبين ال تمام. يبقى ده كده كان عبارة عن قطاع اللي عند السبورت بتاعي، البي بتاعتي كانت ب 650، وكان يوز المينيموم ستيرابس بتاعتي. طيب ده كده بالنسبة للكيو يو أو بالنسبة للقطاع الأولاني. لما نيجي للقطاع التاني هنلاقي الرقم بتاعه عبارة عن 110 في 1.35. سوري معلش يا جماعة، هو الرقم اللي فات ده هنا بنحطها بالكيلو نيوتن، يبقى الرقم هيبقى 1235 في 1.35 نعملها ايكوال 1235 في 1.35، يبقى أنا محتاج وكده 1667 ده كيو ألتيميت، والبي هنا ب 650، وكده بقيت التاني تمام مظبوط كده اهوت. يبقى ده كده أنا محتاج إن أنا أحط إيه، أستعمل 4 فروع ويكونوا فاي 8. طبعا احنا مش هنحطهم فاي 8، احنا هنحطهم فاي الأوتر بنحطها 18 والداخلية هنحطها 16. طب الكلام ده في المسافة لحد 3 متر 40، بعد 3 متر 40 هيبقى قيمة الشير عبارة عن 1060، حط هنا ايكوال 1060 في 1.35، والبي بتاعتي عبارة عن 250، واحنا هنحط ايه فرعين كان بس، هيبقى فاي 12 كل 125، يعني 8 في المتر فاي 12. يبقى قطاع في الأول هيبقى عبارة عن 4 فروع، كان خارجية فاي 16 مثلا أو فاي 18، والكان الداخلية هنحطها 16. بعد 3 متر 40 هنبدأ نحط كانة واحدة وتكون فاي 12 و8 في المتر. احنا كده هنبقى عملنا تصاين للقمر بالنسبة للفليكشر وبالنسبة للشير، وبعد كده هنروح لتيزاين بتاع الاباطمنت. عشان نعمل تيزاين للاباطمنت يبقى احنا محتاجين نعمل مجموعة من الستيبس او مجموعة من التيزاين لخمس خطوات. اول حاجة هنطلع اللود اون بايل للاباطمنت، المحور الاباطمنت بتاعي، نعرف البايل ده نفسه مسيف ولا لا، الكباست بتاعته، عشان نقدر نحدد عن طريق المعلومات بتاعة اللود اون بايل عدد الخوازيق اللي موجودة في الاكس. بعد ما اطلع اللود اون بايل انا كده هقدر اطلع السيلينك اكشن على البايلز، فمحتاج اعمل ديزاين للبايلز. طب خلصت البايلز خلاص وصممته، نرجع ليه الاباطمنت دي عبارة عن ايه، عبارة عن وول وبايل كاب، يبقى انا محتاج اعمل ديزاين للوول. خلصت ديزاين الوول واطمنت عليها وطلعت الحديد بتاعها وسيفت القطاع وبقت كل حاجة تمام، اروح للبايل كاب. البايل كاب زي ما احنا عارفين ان هي بتحط لها حديد في الاتجاهين، في الاتجاه اللونج دايركشن للبايل كاب اللي هو عبارة عن الاتجاه العرضي للكوبري، وفي الاتجاه الشورت دايركشن اللي هو عبارة عن الاتجاه الطولي للكوبري. ديزاين الابارتمنت عبارة عن 5 خطوات او 5 مراحل هنمشي فيهم واحدة واحدة، بحيث ان احنا نبقى خلصنا موضوع ديزاين الابارتمنت اللي هي عبارة عن الابارتمنت اللي شايلة 3 متر. طيب احنا كنا اخر من كام محاضرة عملنا شيت اكسل لاكس اي 1 واكس اي 2 عشان نجيب الحديد او نجيب التراب او ارتفاع الرتم خلف الاباطمنت. فهنرجع للشيت ده نعرف منه ارتفاعات الرتم ونبدأ منه نطلع اللود اون بايل للاباطمنت. طيب الاباطمنت قلنا البداية بتاعتنا هتبقى في
السلالة ديت اللي احنا جبنا فيها الاكس اي واحد واي اتنين وجبنا منها الارتفاعات الرتم، فهنلاقي ان ارتفاع التوتال رتم خلف الاباطمنت مع ان البايل كاب هتبقى 1.60 و هنحط نص متر رتم هيبقى 7.70 متر، ده كده التوتال هايت. هندخل على الشيت بتاع الاباطمنت، هنعمل الاتش توتال بتاعتي عبارة عن 77، واللينس بتاعي لو تفتكروا كنا مطلعينه ان هو كان المسافة من السنتر لاين لحد الاتش كانت 15 40، هما كانوا 2 اباطمنت كان ببعض. الاتش ديستانس المقصود بيها المسافة من في السايد فيو ما بين سنتر لاين الكواسي ونهاية الكتف، فدي هنقدر نطلعها هي عبارة عن 80. الايه هي المسافة في خلف الاباطمنت اللي هي البعد اللي شايل الرتم، فالبعد اللي شايل الرتم عبارة عن 2.5 متر. بعد كده الوول سيكنس اللي هو السيكنس اللي احنا بنفرده، طبعا هي شايلة وول يبقى شايل الرتم، يبقى احنا ايه مش هنقلله عن 1.20 متر، هو هنا كان 900 زائد 350 يعني كان 125، يبقى ده 1.25. بي هي المسافة اللي مش شايلة رتم، يبقى اجي هنا 2.75، يبقى دي 2.75. والبايل كاب سيكنس كانت 1.60 متر، والاتش باكول اللي هو ارتفاع الباكول ده عبارة عن 20 بتاع البلاطة ساعة 180 كاميرا ساعة قلنا هنسيب برينج 20، يبقى كله 22، والسيكنس بتاع الباكول 0.3. تمام، هنفترض ان الفاي والكاما سويل الفاي ب35 والكاما سويل 1.9، وان السيل الشارج اللي هو الحمل اليونيفورم الموسع هيبقى 2. هيتبقى لنا معلومتين محتاجين نعرف الرياكشن بتاع التيت لود بكام، التيت لود ده المفروض بيه تيتو سوبر، والرياكشن بتاع الدايف لود بكام، ده هنجيبه هنا من الموديل. هنعمل هنا اللود، هنعمل لود كومباينيشن، نعمل هنا هات نيو كومبو، وهنختار منه التيد لود وهنكمل عليها السوبر باس، وده كده هيبقى التوتال تيد بتاعي. بعد كده هنعمل سيليكت اللينك وبردس البيم، ونعمل كده شوف سليكشن هيقول لي، ونختار من هنا الكومباينيشن بتاعتي واعمل كده ابلاي. ممكن نكبر الفونت شوية، هيبقى عندي ال أول رقم هيبقى كام، ده كده 700 يعني نقول 75، واللي بعده 66، واللي بعده 61، بعد كده 60، واللي بعده 60، وفي الآخر 64 و80. يبقى ده كده بيساوي 75 66 62 60 60
64 وبعد كده في ناحية 80، انت كده بالطن. هنشوف اللايف لود كمان، طبعا ارقام بالاخطر دي الكومبريشن واللاصق دي تنشن، فاحنا لينا دعوة برقم الكومبريشن اللي هو الاكبر. هنلاقي الرقم ده عبارة عن 62، واللي بعده 52، واللي بعده 41، واللي بعده 31، والرقم ده عبارة عن 19. والرقم اللي بعده 11 طن. والرقم ده عبارة عن 14 طن. وده كده كان آخر رقم. نيجي هنا نفتح نقول اللايف لود عبارة عن 62 زائد 52 زائد 41 زائد 31 زائد 19 زائد 11 زائد 14. في بايز احنا بنفرطها في الاول مبدئيا ونرجع نشيك عليها. فانا لو بصينا على دي مثلا، احنا في قررنا ان احنا هنحط 3 بايز، وان كل بايز هتبقى في السنتر بتاع البايل كاب، 1 2 3 4 5، وان في 10 مش في السنتر. يبقى ده كده النمبر اوف بايل في السنتر 5، والتوتال نمبر اللي ليه سنترستي كانوا 10، والقائمة بتاع الخرسانة ب2.5. طيب ده كده الجزء اللي احنا بنحطه. هنا بقى هتبدأ الداتا بتاعتي، يعني الايرث بريشر اللي موجود هيعمل لي فورس ومومنت، اللي هو قوس الردم ده هيعمل مثلث وهيعمل مومنت على الوول وعلى البايل كاب، وفي سيت تشارج موجوده برضه هتعمل لي فورس وتعمل لي مومنت، وفي وزن الكوبري وزن الحيطه ووزن الردم ووزن البايل كاب، كل دي اوزان هتبقى موجوده عندي. وطبعا في حاله، دي حاله المستمره، بس في حاله قبل ما نبدا نحط الكوبري بتاعي وقبل ما نبدأ نعمل الردم بتاع البتر أو المنسل، لو مفيش الأحمال الموجودة هنا هل هيحصل مثلا مومنت أو تنشن على الخوازيق ولا لأ؟ إن الأحمال بتاعة الكوبري دي أكيد هتعمل كومبريشن، فممكن تحسن لي الوضع وتعمل لي استابيليتي أعلى. فأنا لازم أشارك على الموضوع ده في حالة وجود الأحمال كلها، وفي حالة إن مش هاخد معايا ويز اوت البريتش لود، وابدا اجمع بعد كده كل حاجه بشريطها، ايرث بريشر والسيرشارج والسويل والباكول والوول والبريتش لود والفاونتيشن، وابدا اجمع التوتال فيرتيكال لود والتوتال هورزونتال علشان اشوف كل خازوق هيجي عليه احمال قد ايه. كده توتال فيرتيكال لود والتوتال هورزونتال لود والتوتال مومنت على البايل كاب، وده كده الفيرتيكال لود والمومنت لود عندي. بعد كده
ده بيبدأ هو يحسب لي ال E1 وال E2 بتاعتي، اللي هي المسافة ما بين ال center line البايل كاب أو سي سي البايل كاب والأبعد خسوق يمين وأبعد خسوق شمال اللي هو 2.45، ويبدأ يطبق لي معادلة اللوتون بايل اللي هو التوتال نورمال فورس على عدد الخوازيق موجب أو ناقص المومنت اللي هيتكون على بايل كاب في اكس على سمشن اكس سكوير. لو انا هيفرق معايا المومنت في الاتجاه العرضي فببدأ احط هنا الاكشنات بتاعة البيرنج بتاعة اللايف لود بتاعة القمر، والبيرنج دي الاحداثيات بتاعتها عاملة ايه، وبعد كده ارجع احط احداثيات الخوازيق علشان يبدأ يحسب لي ام واي على سمشن واي سكوير. طيب في الوضع اللي احنا شايفينه ده، ال horizontal force على الخوازيق عبارة عن 30، وال load on pile عندي 135 والمينيموم 100. طيب على حسب طبعا ال horizontal force اللي عندي، هي دي في الابطمنت هتبقى فارقة جدا معايا، لان هي دي اللي بصمم بيها الخوازيق. طيب يبقى انا وصلت كده لمرحلة ان الهورزونتال فورس بتاعتي عبارة عن كبير ما بين الرقمين دول اللي هو كام، 32 طن. ده كده هورزونتال فورس على الخازوق. وعندي اقصى لود هيجي هو 134 طن. طيب اتاكد ان الاكشن بتاع او النوتون باي بتاع خازوق غالبا هيطلع 270، المفروض ان هو مكتوب هنا في اللوحة. البايل لود كان 250. طيب تمام، 250 دي يعني اقل من 134، اكتر من 134، يبقى الخازوق كده مسيف فوت اون بايل. طيب هل انا كنت اقدر اعلي الخوازيق؟ طيب السؤال ده هيجاوبني عليه اللوحة بتاعتي والديزاين بتاعي. يعني لو انا كنت دلوقتي، احنا شايفين المسافات ما بين الخوازيق عبارة عن 3 متر 30، 1 2 3 4 مسافات. يعني لو انا قلت عندي 4 في 3.4 واركع اقسمها على 3 بس، يعني المسافة ما بين الخوازيق كانت تبقى 4 متر ونص. 4 متر ونص كده يبقى انا قربت لي الماكسيمم ديستانس ما بين البايلز، بس في المقابل كان عدد الخوازيق هيقل. طب عدد الخوازيق ده لما يقل ايه اللي هيفرق معايا؟ هيفرق معايا الهورسونتال فورس، بدل ما كان الرقم ده هينقسم على 15 خازوق هلاقيه هيتقسم على كام؟ هينقسم على 12، دي 4 هنا ودي كده 8، فهيديني الهورسونتال فورس على الخازوق بكام؟ ب 40 طن. فعلى حسب انا محتاج يعني او التقفيص الخازوق اللي انا عاملها دي، لو حاجه لسه جديده ولا هي عباره عن مجموعه خوازيق موجوده عندي، بس يعني ده مشروع كبير وانا عامل تقفيصات كتيره للخوازيق وابدا باخد منها واحط، ولا دي حاجه جديده. فلو انا فرضت ان انا هخليهم عباره عن 4 خوازيق وفي السنتر و8 أختين سنتريستي، يعني 4 فوق و4 تحت، يبقى مجموع الخواسي 12، فهيبقى معايا الهورسونتال فورس كده عبارة عن 40. فلو أنا فرضت إن أنا عاوز أصمم 40، هتبقى لي هنا معلومة. المعلومة دي لسه هجيبها دلوقتي، هنعرف هنجيبها منين. فأنا دلوقتي المعلومة الجديدة بتاعتي إن الهورسونتال فورس عبارة عن 40، واللود اون بايل بتاعي عبارة عن 170. دلوقتي عاوزين نشوف هنعمل ايه بالـ40 دي. هنصمم بيها المفروض البايل كاب. طيب البايل هنصمم بيها الأول البايس. هنصمم البايس ازاي؟ عن طريق في كواب بيبقى من تقليل السويل، هنطلعه دلوقتي ونشوفه مع بعضينا. هيديني رد فعل التربة الجانبي علشان لما
اجي اعرف امثل الخسوف بتاعي في الموديل بتاعه صح، وفي نفس الوقت اعرف اعمل ايه، اعمل له الديزاين بتاعي. فاحنا هنقف في الاكسل ده كده لحد النقطة دي مؤقتا، اللي هو 40 تان هورزونتال فورس و170 تان تالوت اون باي. وان في حالة الويز اوت بريتش لود، في حالة ان احنا مناخدش معانا الاحمال بتاعة التيت واللايف، مش هيجي تنشن على الخواسيق، والخواسيق هتفضل كومبريشن زي ما هي. تمام كده، تمام. ده كده عبارة عن تقرير أساسات بيقول إن بالنسبة لكوبري إي واحد وكوبري إي اتنين هنستعمل قطر عبارة عن 1 متر، ويكون طوله 18 متر، يبقى طول الخاسوة 18 متر، وإن ممكن يكون حمل الأمان ناقص 270 طن، وإن رد الفعل التربة الأفقي بيبدأ من الصفر عند منسوب سطح الأرض، ويزداد خطيا يعني راديان ب 200 طن على المتر المكعب. يبقى المعلومة اللي تهمني 200 طن على المتر المكعب، وإن قطر الخاسوق عبارة عن 1 متر. فدول اللي أنا هاخدهم وهبدأ أعمل الموديل بتاع البايلز. هنبدأ بقى نعمل الموديل بتاع البايلز. نعمل هنا فايل، نعمل كده نيو موديل، نختار بلانك، وهنعمل الاكس زد بتاعي، وهنعمل هنا بوينت نحطها في اي اني لوكيشن، وبعد كده رايت كليك على البوينت ديت، وهدوس هنا على الاحداثيات مرتين، وهحطها هنا في الصفر والصفر والصفر. بعد كده هاخد النقطة دي واعمل لها كنترول ار في اتجاه ناقص واحد، والنمبر 18، واعمل ابلاي. بعد كده هاخد النقطة ديت واعمل لها edit execute البوينت تبقى فريم، وادخل هنا اعمل add new. القطاع عبارة عن كونكريت ودايرة قطره 1 متر، وهنسميه بايل. وأدخل هنا على الماتيريال وأعملها موتوفاي، وهخلي الرقم ده 25، وأعمل هنا نيوتن مليمتر، الرقم ده ب 4400 في افتح قوس. الاف سي يو مثلا بتاعت الخواسيق بتبقى 35، بتبقى قليلة. باور نص، والرقم ده 35 في البوينت 8. نعمل كده اوكي 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 كده. وهستعمل هنا البايلز بتاعي بحيث انه هيمشي في اتجاه محور زد 18 متر، وهيبقى منبر واحد، وهعمل كده ايه اوكي. طبعا هو مشي لفوق، المفروض كان هيمشي لتحت. هعمل كده ديليت، واختم النقطة دي كده تاني، وهعمل ايديت اكسكيوت البوينت تبقى فريم. وده كده بايلز، وبدل ما تبقى دلتا 6 ب 18 هتبقى بناقص 18، واعمل ابلاي. بعد كده نعلم كده واعمل ايه edit line divided at اي intersection، وهعمل كده اوكي. وهعلم على كل البايلز ما عدا اول واحده، وهعمل لها assign، او هاجي هنا اهوت هنعمل assign joint spring. طبعا انا شغال كيلو نيوتن متر، هي كانت يو واحد ويو اتنين، اللي هو كان رد الفعل الجانبي ب 200 طن، يعني ده كده هيبقى 2000، ده كده 2000، الرقم اللي تحت ده هيبقى بلس 2000.
الكلام ده كده كوبي هنا واحطه هنا بيست، اعمل ابلاي علم اللي بعديها ابلاي نفس النظام هنا زي ما احنا شايفين كده اهو. اعمل كده ان هو ايه، لان هو بيزداد خطيا يعني بمعدل ثابت. طبعا الرقم دوت مفروض ان هو مش هيتاخد من تقرير الصوره يتحط على طول، يعني هنشرحه بس يعني هنقول احنا ليه عملناه كده، وهو كان ممكن يتغير يبقى ايه لو كان هيتغير. نخلص بس الخطوه ديت. هنعلم على اخر واحدة دي، وهنعمل بعد كده بعد ما عرفنا السبرينكات بتاعتها هنعمل قصاين وشوين ونعملها رولر. وعمل كده اوكي خلاص كده احنا مش عاوزينه. وهنيجي هنا فوق وهنحط في اتجاه محور اكس قصاين. الاول ممكن ندخل جوه لود، هعمل هنا لود باتن وهنسميها عبارة عن 1 كيلو نيوتن. نحط الحمل بتاعي كده، نعمل كده اساين جوينت لود فورس 1 كيلو نيوتن في اتجاه محور اكس بناقص 1. نعمل كده ابلاي وعامل هنا ايه اوكي. طبعا لو خفينا المحور محاور هتبان الفرصة كده اهوت. وبعد كده هنعمل انتيكيشن بتاع الوايل كاب فوق الاول قبل ما نعمل عملية الران. نيجي بقى لي النقطة ديت عشان نعرفها ان هي عبارة عن ان ديت عبارة عن الوايل كاب. فالفكرة البايل كاب ان هي هتمنع الروتيشن بتاع النقطة في جميع الاتجاهات. وهعمل له هنا ابلاي، هنلاقي الشكل الاسترين بتاعها هيتغير. واعمل كده اوكي واعمل الرن بتاعي رن ناو. يبقى في حال تأثير على البايلس بتاعي 1 كيلو نيوتن هنلاقي شكل المومنت بتاعي ممكن نكبره شوية يبقى كده هو عبارة عن شكل المومنت بتاعي. هنلاقي قيمة المومنت هنا أقل من 1. نطلع هنا فوق هنلاقي قيمة المومنت عبارة عن 3.3. يبقى تأثير 1 كيلو نيوتن أو 1 طن هو تأثير يونت واحد هيعمل مومنت عبارة عن كام؟ 3.3. طيب يبقى تأثير يونت واحد يعمل فاكتور ب 3.35. نرجع هنا عند الشيت بتاع الأبطمنت
وهقول له الفاكتور ده عبارة عن 3.35. لو قسمت على 10 وكده تاني قسمت على 10 علشان يبقى طن متر على الطن، فهيبقى 3 في النهاية، هيبقى هو هيديني دي السيلينج اكشن اللي انا المفروض اشيك عليها في الاس بي كولوم بتاعي علشان اشيك على الفاتور. طيب في البداية لو كنا بصينا في تقرير سوير كان بيقول ان هو بيقترح ان طول الخاسوق اللي هو الطول 18 ده ان تسريحه يكون 16 في 25. طيب هنشوف الكلام ده كله وهنجرب بالستيرنج اكشن اللي عندنا هنا بكيلو نيوتن والتيميت طبعا، والالتيميت هنا مش هيتلف في 1.35، هيتلف في 1.5 في 10 عشان هو عشان يحاول من طن كيلو نيوتن، دي 1.5 عشان ده اس بريشر، والاس بريشر الالتيميت بتاعه بيبقى 1.5 مش 1.35. فهنفتح البي سي كولوم ونبدا نحط الاحمال دي ونبدا نشرح البرنامج بتاع البي سي اي كولوم عشان نعرف نستعمله بعد كده. ده كده شكل البرنامج بتاعي اول ما بيفتح. بدخل هنا على الانبوت شنرال انفورميشن، بقول له انا عاوز اشتغل بالمتريك وعاوز اشتغل باي اكشن مومنت، و اختار هو اللي احنا بنشتغل هنا بالاس اي اي، فانت الكود اللي يعجبك عاوز تشتغل بيه اشتغل بيه، بس هو الاس اي 2011 ده كويس. هتعمل كده اوكي، وبعد كده تدخل على الماتيريال بتاعتك. عندك ال FSU اتفقنا ان هي عبارة عن كام، اللي هي ال 0.8 في 35 ب 28، والحديد بتاعي عبارة عن 4000 اللي هي 400 ميجا باسكال. وعمل كده اوكي، ادخل على اوبشن والانفورسمنت على التسليح واختار من هنا حاجة اسمها BREN. ده هنلاقي فيه الفاي بتاعنا اللي هو الفاي 25 والفاي 32 بتاعتنا. بعد كده هدخل على السكشن بتاعي واقول له ده عبارة عن سكشن دائري، والقطاع بتاعي او الترمتر بتاعي عبارة عن 1 متر 1000 ملي يعني. بعد كده هدخل على التسليح بتاعي واقول له ان العدد الاستياف بتاعي عبارة عن 16 في 25، وان خد الكفر بتاعي عبارة عن 70، ده لحد الحديد التونيل اللي هو الحديد الطولي بتاع البارز كده، او ممكن اقول لحد الكنات، بس احنا ممكن طالما ان خدنا الحديد الطولي ممكن نخلي الكفر مثلا 75. بعد كده هدخل هنا عشان احط السينك اكشن بتاعتي، هاجي هنا انا عندي البي بتاعتي اهيت احطها هنا، وبعد كده هجيب المومنت بتاعي اللي هو الام اكس، مش تفرق هو تقلي، فهاخد ام اكس كده هاخد ام واي كده مش تفرق، والتانية دي عبارة عن 10% منها، واعمل كده اوكي. بعد كده ادوس اف 5 او ادوس على سولف، ده معناه ان القطاع مش مسيف. هدخل هنا على الريزلت بتاعي عشان يبين لي النتيجة او النسبة بتاعتي، فهلاقيه هنا هو بيقول لي ان القطاع ده مش سيف بنسبة 0.8، يعني هو حسب الام اللي جاي عليه اللي هي عبارة عن 1972، وهو هيقدر يشيل 1635 بس، فبالتالي الحديد ده مش سيف ومش هيكفي. فطبعا الحديد اللي بيجي في تقرير سوري ده بيبقى حديد ريفرنس ليك مش حديد الزامي، فانت المفروض كديزاينر انت مسؤول عن انك تطلع الحديد ده. فهنقول ان احنا عبارة هنثبت كل حاجة بس هنغير القطر بس. فهدخل هنا بطل فاي 25 وده منطقي جدا، يبقى فاي 32، واعمل اف 5 ران وهلاقيه سيف وكايب. واحد بوينت او تمانية. ممكن نكبر حديد السنة نخليه 18 في 32، او مثلا لو الفاكتور مكانش سايف كنا ممكن نخليه رقيقتين 18 مثلا. يعني عندنا بقى اوبشنات كتير احنا نسوي الحديد حتى ما يسيف، بس احنا متهيالي 18 في 32 ده هيبقى كويس جدا وهيديني فاكتور. انا اهم حاجة ان انا يعدي الواحد واحد كده تمام جدا،
وده كده يبقى تسريح الخازوق بتاعي. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نستعمل برنامج اس بي كولو، اتعلمنا ازاي ادخل عليه قطاع سهل وبسيط. لو عندي قطاعات النيجر هنتعلمها لما نيجي ندخل في جزء الامتحان. يبقى احنا كده صممنا الخازوق وعرفنا تسليح الخازوق بتاعنا اللي هو تاع 18 في 32 وبنسبة تسليح 1.8%، ده الميو بتاعي. وعرفنا نطلع اللود اون بايل، وكده نبقى خلصنا مرحلتين من ال5 مراحل اللي عندنا. هنبدأ بعد كده ندخل على ديزاين ايه الوول، وبعد الوول نرجع ليه البايل كاب بحيث ان احنا نبقى خلصنا تصميم الكوبري ده كله. يبقى ناقصنا بس البراطة بتاعة القمر، ودي هنقولها يعني في كوبري تاني او في موديلنج تاني. ودلوقتي هنرجع ليه ديزاين بتاع الوول. طيب زي ما احنا عارفين ان الشيت ده بيحسب لي كل حاجة ليه البايل سي جي. انا دلوقتي عاوز الحيطة، فانا محتاج ان انا اطرح ارتفاعات التي بتاع الفونت البايل كاب علشان احسب كل حاجة لحد وش الحيطة اللي انا هبدأ احسب عندها المومنت واحسب عندها الشير عشان اشيك عليه. طيب الكلام ده هيحصل ازاي؟ انا هاجي هنا اهوت، انا عندي الفورس بتاعتي دي بالمنظر ده كده، هاخدها كده كده كوبي ده عبارة عن ايه اتش تورن اللي هو البي اللي هو دي 9. هقول دي 9 ديت هشيل منها ايه البايل كاب سيكنس، والاي ده نفس الكلام عندي دي 9 ده هشيل وهاجي هنا بالمعصر تاجي، ويبقى ده كده المومنت بتاعي بتاع الايه الاستبريشن. في مومنت تاني هيأثر على الحيطة اللي هو بتاع مين الشارج بتاعي. هاجي كده كم تاخد كده كوبي، وهاخد الكلام ده كده كوبي، وهاجي هنا كوبي بدل من التي 9، وهنا برضو ويبقى المومنت على الحيطة يساوي المومنت ده. خلينا نفتح كده قوس المومنت ده بلس المومنت ده، بس ما ننساش ان المومنت ده على الحيطة كلها، انا عاوزها على المتر الواحد. فالمتر الواحد ده كأني هقسم على اللينش بالمنظر ده كده اهو. يبقى المومنت بي الوركينج عبارة عن 55 طن متر في المتر الطولي. فايه المومنت 55، هاجي هنا هقول المومنت الوركينج بي 55. التبس بتاعي هو تبس الحيطة اللي هو كام 125. كفر هناخده 7 سنتي، والشريحة عبارة عن 1 متر، والاف سي 40 والاف ال 400. يبقى انا محتاج كام 7 8 22 او 6 25 او 4 32. بس الكلام ده كله بالنسبة للفريكشن، دي حيطة وهتبقى ملامسة للسويل، فلازم اشيك لها حاجة اسمها كراكويتس. فانا هاجي هنا هفترض ان انا عندي رقة واحدة وان انا هستعمل 8 22، هلاقيها المومنت بتاعي كام الوركينج اللي هو 55 كده مظبوط صح، والكفر بتاعي هيبقى 7 سنتي تمام. يبقى ده كده هنخليه بطو موضة، الكفر هنا هنخليه 70، يبقى الرقم ده أقل من 0.2، يبقى كده سيف. يبقى هي هنستعمل أو هنحط حديد في الحيطة عبارة عن 8 22 أو 8 25 الاتنين تمام على حسب الحديد الموجود في الموقع ساعتها.
وده كده يبقى تسليح الفليكشر والكراك ويتس بتاع الوول. هيتبقى الشير بتاعي، الشير بتاعي هيجي، هنرجع تاني للفايل ده، هاجي اقول ان الشير ده هيساوي الفورس ده، بفتح قوس الفورس دي زائد الفورس ديت، والكلام ده كله عشان يبقى بالمتر برضو هيتقسم على اللينس، هيبقى الشيل بتاعه أوركينج عبارة عن 25. فهجيب الشيل بتاع الشيل وأشيك على 25 طن، يبقى الرقم ده بيساوي 25 في 15 عشان احوله كيلو نيوتن واحوله التيميت، والبي هنا الشريحة 1 متر، والتبس بتاعي هيبقى 1250، والكفر كان ب70 كده تمام. ولو انا قلت ان انا عندي مثلا كان مثلا فرع واحد كان اللي احنا بنحطه كان حباية يعني، وهنحطها مثلا كل 300 ملي، يبقى انا عاوزها فاي 8، احنا بنحطها فاي 10 او 12، بنربط بيها سيخ او سيخ لا اللي موجود في الحيطة، فده كده يبقى تمام. الشيل بتاع الحيطة هيبقى مسيف، وكده هيبقى التصاين بتاع الوول بتاع الاباطمنت خلص، وهنبدأ ندخل على التصاين بتاع البايل كاب. طيب هنبدأ بالتصاين بتاع شورت دايركشن. الديزاين بتاع شورت دايركشن هيبقى عبارة عن إن أنا هيك هفتح الشيت بتاع اللود أون بايل بتاعي، وهشوف أكبر لود أون بايل اللي إحنا اتفقنا عليها هيبقى 170 طن، هاجي أشوف من أكبر مسافة الاتنين 75 ولا الاتنين ونص، أكيد الاتنين 75، وهشيل من البوينت 8، يبقى ده كده أحط هنا 170 طن في المسافة ديت في عدد الخوازيق على الطول بتاع 15 متر 40، يبقى انا كده جبت المومنت في المتر الواحد. يبقى تاني كده اجي هنا نقول المومنت هيبقى عبارة عن 170 طن في افتح قوس 2.75 ناقص 0.8 كده تلاقي على العزم، في احنا اتفقنا ان احنا عندنا 4 خوازيق في المكان ده. لما احنا قلنا هنحط هنا 4 8 مش في السنتر و4 في السنتر، يبقى في الصف الواحد يبقى في 4، يبقى 4 في المسافة ديت، ده كده كنا التوتال مومنت. الكلام ده كله هينقسم على 15 متر 40 عشان اجيب مومنت في المتر، هيطلع المومنت الوركينج عبارة عن 86.1، والتبس بتاع القاعدة بتاعي كان 160، والكفر 7 سنتي، والشريحة متر. يبقى انا كده محتاج احط تسليح كام؟ محتاج 5. يبقى نيجي بقى نشوف بقى التسليح بتاعي، محتاج يبقى 8 في 25، وشيك على 8 في 25 هلاقيها أقل من 0.2، يبقى كده تمام بالنسبة للاتجاه العرضي. يبقى الحديد الرئيسي السفلي لأن الخوازيق من تحت بتعمل مومنت من تحت، يبقى كده 8 في 25، ولأن مفيش مومنت في الاتجاه القصير فوق فهنحط نسبة منه، فهيبقى 8 في 16. يبقى التسليح بتاع الأباطمنت السفلي في الاتجاه القصير 8 في 25، والعلو هيبقى نسبة منه 8 في 16. لما يبقى فاي 32 بنحط النسبة منه بتبقى فاي يعني نفس العدد، سواء كان 10 أو كان 8 أو كان 7، ونحط العلو بتاعه 18 طالما إن هو كان فاي 32، بس هو عشان 8 في 25 فهنحط العلوي هيبقى 8 في 16 كنسبة منه. وده كده الديزاين بتاع الفيكشر، نفس الكلام ده كله بس من غير ما يتلف فيه مسافة. يعني لو خدنا المعدة دي كده هي كده بالظبط، علشان نشيك على الشيل بتاع الاتجاه القصير،
ونشوفه سيف ولا لا. فده كده الشير بتاعي في الاتجاه القصير هيساوي 170. مفيش بقى طلع عزم هنا اهو، يبقى هنشيل الكلام ده كله. 170 في 4 على 15.4، والتبس بتاعي عبارة عن 1600. بس الشيت ده ما ينفعش ان الشيت ده بتاع اللي هو الشير في الشير بتاع اللي هو الحاجة قطاع القمر او الحيطان، اللي هو حاجة ينفع نحط لها كنادر. يبقى احنا هنستعمل الشيت التاني بتاع الأبعاد اللي اختلف منه فيه، هو هتبقى عن طريق المعادلة. يبقى كده بيساوي 170 بتاعتي في 10 عشان نحوله لكيلو نيوتن، وهرجع أطوره في الألتيميت بتاعي اللي هو عبارة عن 15 أو 1.5 بقى، وهرجع أطوره في 4، هم 4 ويتقسموا على 15.4، والبي بتاعتي بميت، والتبس بتاعي كان 1600، والكفر 70 أو 75، والإف سي يو هنعملها 40، والإف 400. وهنلاقي المعادلة دي الجديدة، فهنلاقي الـ QU أقل من الـ QCU، يبقى التبس ده تمام وسيف الشير، والقطاع كده بقى سيف. ودي كده يبقى شيكنا على البايل كاف في الاتجاه القصير من ناحية الشير ومن ناحية الفليكشر، ويتبقى لنا التساين بتاع البايل كاف في الاتجاه اللونج. بس دي هنشرحها يعني توضيح أكتر، وهنعمل لها موديل ونشرح المبدأ بتاعها وطريقة أحمالها. فدي هيبقى ليها فيديو منفصل عن بقية الديزاينات اللي احنا خلصناها. وكده نبقى احنا خلصنا ديزاين الكوبري ده كامل، من ناحية اباطمنت ومن ناحية بايل كاب ومن ناحية بايلز ومن ناحية القمر. يتبقى لنا بس البلاطة، هنقول فكرتها قدام في كوبري تاني. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.